ثلاث ايام ما رقدناش. سيكون موعد باذن الله في ندوه صحفيه في المقر تاع الحزب. اول كلمه باذن الله وباذن كل شرفاء ومناضلي جبهه التحرير الوطني، سارجع بريق جبهه التحرير الوطني وسترجع على السكه الحديديه، السكه نتاعها، وسنعمل جاهدين لاستقطاب الشباب والشابات والإطارات الكفءة والنزيهة ليتصدروا المواقع في الاستحقاقات القادمة. وشكرا.